السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع آخر محافظة من محافظات الامتحانات اللغة الإنجليزية، محافظة أسيوط. طبعا قبل ما نبدأ بالفيديو ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندنا أي استفسار يسيبوا لي في الكومنتس تحت الفيديو، ولو دي أول مرة نتفرج على القناة يا ريت نعمل اشتراك، هندوس على المفتاح الأحمر الموجود تحت الفيديو المكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب باللغة الإنجليزية. هنبدأ مع بعض أول دايلوج، أول سؤال، وده دايلوج بيقول لي فرنس the following line. Soha and Dina are talking about a visit to the botanical garden. Hi Dina, how are you? Hi Soha. يبقى تقول لها إيه؟ I'm fine. Thanks. I'm fine. Thanks. أتلا have you ever visited the botanical garden؟ هل سبق وزرتي botanical garden؟ ردت عليها، سألتها السؤال، قالت لها I went there last year. يبقى طبعا قالت لها انا رحت السنه اللي فاتت، يبقى طبعا الانسر هتبقى yes. طبعا هنا have you هتبقى yes I have. طبعا احنا عارفين في ال yes ولا question انا هعمل cross في الاجابه. I went there last year. طيب يبقى انا هنسأل على last year، last year دي وقت، هنسأل عن have went متى؟ عندي went في الماضي، يبقى على طول احط الفعل المساعد did. ال I هتتحول الى you. went ترجع لمصدرها go، يبقى when did you go there؟ when did you go there؟ اطلع I went there last year. اطلع I saw a lot of wonderful flowers, plants and trees. يبقى طبعا هتسأل على كل ده، يبقى طبعا الحاجات دي كلها هنسأل عنها what. عندي تحول الى you و saw تتحول للمصدر اللي هو see، يبقى what did you see. طب did you enjoy your did you enjoy yourself؟ انا مش عارفه دي هي تقريبا yourself. قال لي it was great، يبقى طبعا yes I did، يبقى yes I did it was great. دي visit، يبقى did you enjoy your visit. هننتقل للسؤال الثاني. Last week my mother، معلش هي نسخة الطباعة وحشة جدا بس هنحاول كده نقراها. عندي هنا باي الكتريك، طبعا الكتريك يعني كهربائي او كهربي، باي طبعا يعني يدفع، دي اللي هي الصفقه، كاربت اللي هو السجاد، طبعا الكتل اللي هو البراد كهرباء، باي طبعا دفع او مدفوع. طيب last week my mother wanted to buy a ايه، كانت عايزه تشتري ايه؟ طبعا ممكن اقول كتل، ممكن اقول كاربت، فلازم اكمل. She went to a shop which sells A machines. يبقى هي عايزة يبقى عايزة كده، يبقى she wants to buy a كده. عرفت منين؟ عشان عندي machines اللي هي الايه، اللي هي الماكينات، يبقى بيبيع ماكينات ايه، اللي هي المنتجات الكهربائية، يبقى electric machines. In the city center she walked, she asked the shop assistant to help her choose a good one. يبقى طلبت من البياع يساعدها تختار واحد كويس. He advised her to take an Egyptian كده، يبقى طلب منها ايه او رشح لها ايجيبشن كده. She agreed and not him 200 pounds، ودفعت له يبقى and paid him 200 pounds. It was a good ايه، it was a good deal، كانت صفقة جيدة. تمام. Number three، وده طبعا القطع. A lot of people often admire successful and well-known persons. يعني ناس كتير admire يعني like، بتحب السكسسفول اللي هو الإنسان الناجح ومشهور، تحب الناس الناجحة المشهورة. such as great scientists, writers, film stars and sportsmen، زي الإيه؟ العلماء، الكتاب، نجوم السينما والرياضيين. they consider them، they يعني هم مين؟ a lot of people اللي هي الناس. consider them يعني تعتبرهم، وهنا ديم دي تعود على مين؟ على الساينتست والرايتر والفيلم ستارز. As role models، يبقى بيعتبروهم نماذج يحتذى بها. And others and often try to follow them، دايما يحاولوا يتبعوهم او يتبعوهم. However there are other heroes in our life، مع ذلك او كلمة however معنى but، there are other heroes in our life، في ابطال اخرى
يعني الناس ما تعرفش عنهم حاجه. They may be simple and less famous. ممكن يكونوا ناس بسيطة وأقل شهرة. But they play important roles in supporting their communities. يعني بيلعبوا دور مهم في دعم المجتمعات بتاعتهم. We should respect every أنا مش عارفة every إيه دي. طبعا هي في هنا farmer who works hard، هي دي تقريبا native أو حاجة. Every native farmer يعني لازم نحترم الفلاحين who works hard in the hot sun to grow our food، عشان يزرع لنا أكلنا. The brave soldier، الجندي الشجاع who is really ready to die for his country، لو مستعد يموت من أجل إيه؟ بلده. The clever doctor، الدكتور الماهر who works day and night to fight disease and cure patients، عشان يحارب المرض أو يحارب الأمراض ويشفي المرضى. The honest teacher، المدرس الأمين who helps his students and prepares them for life، اللي هو بيساعد الطلبة بتوعه ويجهزهم للحياة. The good citizen، اللي هو المواطن الجيد who does social and voluntary work to serve his country، اللي هو بيقدم خدمات اجتماعية للدولة بتاعته. All those are good examples of the less famous heroes. يبقى كل دول أمثلة جيدة للناس الأقل شهرة أو الأبطال الأقل شهرة who should get much، اللي هم لازم يجيبوا ياخدوا much love respect and thanking، يعني يجب إن هم يحصلوا على كثير من الحب والاحترام والشكر. هنشوف كده السؤال، بيقول الأسئلة قصدي. The main idea of this passage، طبعا الفكرة الرئيسية هي عبارة عن إيه؟ الرول مودلز ولا الريل ميدلز، طبعا ميدلز اللي هي الميدالية، فيموس فيلم ستارز وين نون سبورتس مان اللي هي رياضيين مشهورين، طبعا هي بتتكلم على الرول مودلز. نمبر 2، فيس دينجرس diseases and help sick people، يبقى بيواجه أمراض خطيرة ويعالج أو يساعد الناس المريضة. طبعا دول مين؟ طبعا الدكتورز. نمبر 2، we all should role models. طب we all should إيه؟ follow، يعني كلنا يجب أن نتبع الرول مودلز اللي هم النماذج المحتذى. What does the underlying word they refer to or not refer to a lot of people or to people. Give two examples of the less famous heroes from the passage. عايز مثالين لل less famous heroes. طيب انا عندي مين؟ هو عندي قال لي كذا حد. قال لي doctors. يبقى عندي هو قال لي في عندي every native farmer who works hard to in the hot sun to grow our food. The brave soldier who is ready to die for his country. يبقى دول مثالين، وعندي طبعا كذا حاجة كذا مثال تاني. يبقى دي نمبر ايه؟ نمبر 6. سوري نمبر 5. question number 6 بيقول لي how will you help your community in the future؟ ازاي انت بقى هتساعد اي حاجة؟ ممكن مثلا I can do voluntary work to help the poor or disabled. ممكن مثلا أقول I'm going to be a doctor and I'm going to help the people to get better. I'm going to be an engineer and I will help to improve my country. يعني ممكن أحط أي حاجة أنا عايز أكتبها. طيب السؤال اللي بعد كده، وده طبعا خاص بالكلمة، عندي نمبر 1 بيقول لي A or N is a prize you get for an event or a competition. البرايز اللي هي الجايزة تحصل عليها من أجل حدث أو مسابقة، وطبعا دي اللي هي الأورد. طبعا الأورد اللي هي الجايزة. My grandfather is blind. يبقى جدي كفيف. He always needs help, someone to help him. دايما يحتاج حد يساعده. The word blind
مينز ايه؟ هي كانت طبعا سي، يبقى مش ايه؟ مش بيشوف. يبقى كلمة blind اللي هو كفيف، يبقى إيه؟ لا يستطيع ان يرى. and a is something important you have done، شيء مهم انت عملته، وطبعا دي ال achievement او الانجاز. طبعا ال environment اللي هي البيئة، ال aquarium دي اللي هي الاحياء المائية، وال opportunity اللي هي فرصة. هو بيقول لي شيء مهم عملته، يبقى ده طبعا ال achievement. The word exciting، كلمة exciting هو مثير، has the same meaning، يعني نفس معنى ايه؟ boring يعني ممل، worrying يعني مقلق، terrible يعني very bad، طبعا interesting يعني شيق أو ممتع. It is impolite، impolite يعني مش من الأدب. To cyber bully، cyber bully إن هو تتنمر إلكترونيا. People online، the word cyber bully means طبعا معناها annoy يعني تضايق، يعني إيه؟ إنك تضايق الناس أونلاين. To make the opposite of the word comfortable, we use the prefix. طبعا عكس comfortable, uncomfortable. يبقى عكس مريح, uncomfortable. آخر سؤال عندي هو سؤال، أو سؤال سوري قبل الأخير، هو السؤال الخاص بالجرامر. When my sister was born at March 5th, 2008. طبعا عارفين قبل التواريخ الكاملة بناخد إيه؟ عمر. I not meet adult since we were in Cairo. طبعا انا عندي هنا سنس رقمي جملتين، الجمله ديت في الماضي البسيط، يبقى الجمله الاولى هتبقى في المضارع التام. طب المضارع التام بيتكون من ايه؟ هاف وهاز والتصريف التام. طيب يبقى هنا حطيت لي نوت ميت، يبقى اي بتاخد فعل هاف هنحطها في صيغه النفي، يبقى اي هافنت. التصريف الثالث لفعل ميت مات، يبقى اي هافنت ميت عادل since we were in Cairo. Neither Ali or Sami speaks French. طبعا neither معاها الرابط nor. Neither nor either or. We all love محمد صلاح because he is an amazing player. طيب انا هنا هو انا بوصف محمد صلاح، يبقى طبعا amazing. ما حدش بقى يقول لي اصل انا بوصف شخص يبقى احط له ايدي، لا انا بوصف شخصيته، بوصف شخصية محمد صلاح. He join a sports club. This is his plan. طبعا البلان اللي هي الخطة، والخطة بتيجي معاها am is زائد مصدر. طيب أنا عندي هنا الفاعل he، يبقى طبعا هتاخد is going. He is going to join a sports club. This is his plan. طبعا عندي الباراجراف عن الشوبينج أونلاين أو التسوق عبر الإنترنت، وطبعا أي مشاكل. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديوهات بتاعتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا، ولو عندكم أي سؤال سيبوا لي في الكومنتس، ما ننساش لايك وشير سبسكرايب للقناة، و I meet you again. Until we meet again, goodbye and good luck. استنونا مع فيديوهات الشرح للترم التاني بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله. Goodbye.